نشكر قناة المسار على تواجدها معنا وترقب الحدث أول بأول. مشكلة بلدية شحات مشكلة كبيرة في القمامة وبمشهودات خاصة، لولا المشهودات الخاصة والغيرة الناس على منطقتهم النظافة ما تكونش بالشكل هذا، تكون يعني القمامة تخش لعند الحشان في الناس يعني. فنحن مشهود خاص بالبلدية، والبلدية الأعضاء اللي فيها على رأسهم وسيم العلام بصراحة يعني يظن الناس تعبوا وسهرين الليل ويدفعوا حتى من جيوبهم وبعلاقات خاصة. نحن يعني شوف لنا كم يوم مثلا ما فيش نافطة، أخذ من القاعدة أخذ من فلان تعرف أعدي للشركة كذا أعدي، يعني كل المشهودات خاصة. القمامة شحات تعاني من نقص كبير في الإمكانيات، كلا سيارات ما فيش، قطع غيار ما فيش، محروقات ما فيش، العمال أقل واحد يعني ليبي تقال 23 سنة 24 سنة قاعد في الشركة ياخذ 400-500 جنيه، حتى التوحيد المرتبات هذا شركة خدمات ما شمالهاش، ولولا الخدمات ولولا الشركة الناس راهي تعاني من الأمراض توا في أوبية، هذه كل نتيجة القمامة. الناس اللي عندهم المرمى اللي واخذين منهم المكان ونكبوا فيه يبوا 1,200,000، يعني في أي لحظة يسكروا شحات تسكر من القمامة. ونحن طبعا شحات نعتبروا فيها هي مربوعة ليبيا، هي الأثار، هي السياحة، هي المكان اللي يجوه للسواح من جميع أنحاء العالم. نحن رانا نناشد ونطالب بحق هالكادحين اللي يشتغلوا ويجروا ويطردوا من الصبح لعند الليل، ما نقدروش نخصموا عليهم. أنا كمدير شركة لا نقدر نخصم ولا نقدر نبطل ولا نقدر نقرب حد. الناس يجوه حشم وجوه، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش إمكانيات، يبوا تطعيم، يبوا تموين يومي، يبوا يعني ملابس، يبوا كل المشهودات زي ما حكيت لك من البلدية، يعني زي البلدية تشحت شحت جيبوا لنا من هذا طلعوا لنا هذا تعالوا، يعني رأي العملية فاقت من حتى وزادت عليه حتى بزيد. ونحن رانا ممكن نديروا احتصام على مدخل مدينة شحات بحيث يعلم الأقصى والدني، ونبو منكم أنتم كقناة مسار تكروا هالنداء للحكومتين. نحن لا عرفنا روحنا لا في حكومة طرابلس ولا في حكومة بنغازي، لا عرفنا هذاك الرئيس ولا هذا الرئيس، نحن اللي ينقذنا هو صاحبنا ينقذ مدينة شحات. فأنا وناشدكم للحظة الأخيرة وباسمي ناكا الصالحين حميدين راني مستعد نسكر الجهاز وندير استقالة وندير مظاهرات في الشوارع. تركة النظافة تركة عالمية على المستوى العالمي مش كبير من العالم كله، القمامة وبالذات الساقط اليومي وعندنا المواقع العشوائية. بالنسبة للعمل صدق وامانة ماشيين درجة درجة، العمال ما فيش مرتبات، العمال الأجنبية بصفة عامة، الآليات متهالكة بصدق ناشحته الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، ما نبو من المزيد من الاجتهاد في موضوع ملف النظافة بصفة عامة. الحق يعني العمال مش مقصرين، لهم 3 شهور ما لم يتقضوا مرتباتهم، النافطة نعانوا منها، شو نقول لك يعني، والله الواحد يعجز والصورة أبلغ من الكلام. والملفات الملف النظافة بصفة عامة هذا ملف ثقيل، والبلدية مسؤولة على حاجتين، نظافة ومياه توفر للمواطن. المواطن مستحيل يخش عليك أنا يرحبك ويقول لك كأنك ما جيتنيش، كأنك ما جيتش خذيت مني ساقط متاعي. البلدية فيها 5 فروع بلدية، يعني المنصورة وشحات وقرنادة والفيدية وبلقص، مدينة شاسعة شحات يعني. وناهيك عن ذلك الأثار والموسم السياحة، يعني القمامة تزيد بتكدس عالمي يعني عندنا بصدق وامانة. ونتمنى من المسؤولين ينظرونا نظرة، ما نبوش نقوله نظرة مسؤولية، يعني نظرة رحمة لبلدية شحات. الدزلي
شفنا في دارنا وشفنا في البيضة دزوا شركية نظافة. بالنسبة لنا نحن كبلدية شحات ما جانا شحات لأصبح اليوم. كل برادات البلدية، بعميد البلدية، بعضاء المجلس البلدي، برئيس مكتب الخدمات، نتمنى من الحكومة ونتمنى من القيادة العامة تنظر لنا نظرة مسؤولية، لأن الموضوع حظيرة موضوع عالمي على مستوى ليبيا، وعندنا المرمى، موضوع المرمى يبعد علينا 5 كيلو أو 6 كيلو، والتضاريس بتاع البلدية ما نقدرش نوصف له، والله يعجز الكلام، والله لما حكيت من الصبح لليل والله نعجز على الكلام واجد. نشتغل في شركة الأعمال العامة لي كم سنة مغرات، نشتغل مجانا، لا بهتنا مسؤول، لا بهتنا بلدية، ولا بهتنا واحد جانا قال روتكم وين، لا واحد أنا في الموحد، نشتغل مجانا، نبي العالم اللي برا ينهض بينا. تمنى نحن نشتغلوا وكياه وعليه منا بدي نحكي لك على لمستينا في الاخر نرقد عنها منظفة شحات، لكن ايش حسيت بها البلاد كياه تعفنت، ما فيش واحد صب علينا حتى في الشارع اللي قريب 5 ايام في الشارع ما صبش عليه واحد قال لي هاك سيستم ميه والله هاك شيء. امكانيات التعبئه انا بكل عندنا والله، حتى المعديات استاذ وسيم لقطن لنا مال المحليات من عت شو يسمون عزيز قلبطي من العملية تمنى اللقطة هكياي. إذا كانت هذه متابعة من تلفزيون المسار، تابعنا من خلالها ملف القمامة مثل ما يعني شاهدتم واستمعتم من المسؤولين هنا، سيد مدير مكتب خدمات النظافة وحماية البيئة ببلدية شحات، وسيد عضو المجلس البلدي ببلدية شحات، يعني تحدثا عن النواقص عن مشاكلهم. مثل ما شاهدتم يعني الآلات متهالكة قديمة أغلبها يعني غير صالحة للاستعمال، عدد العمال محدود جدا لبلدية شاسعة، عدد سكانها ربما يتجاوز 100,000، المترددين يعني على البلدية باستمرار من السواح الليبيين أعداد هائلة، يعني هم لديهم 7 سيارات يعني لتجميع والتخلص من القمامة، هذه 7 سيارات تتجول في 5 فروع بلدية و25 محلة، عدد يعني كبير، مساحة شاسعة ل يعني عدد محدود جدا سواء من آليات سواء من عمال مكتب خدمات النظافة في بلدية شحات. فهم يعني استمعنا إليهم يعني يطالبون بتحسين أوضاعهم، بالنسبة للعمال يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية ومرتباتهم، بالنسبة للمسؤولين أيضا هنا في المكتب يعني يناشدون الحكومات الموجودة، يناشدون القيادة العامة للالتفات إليهم. أسامة حسن، تلفزيون المسار، شحات.